شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. كتير منتعذب تنعمل براشينج، بس مع ستايلر برو صارت شغلة كتير هينة. ستايلر برو مزودة بفرشاية وسيلندر بيبروم لتسهيل علينا عملية التمليس. في 3 درجات حرارة منحطها حسب الحرارة يلي منرتاح فيها وحسب سماكة شعرنا أكيد. بوقت قصير منقدر نعمل براشينج، وأهم شيء إنه فينا نعمله لحالنا من دون أي مساعدة، وما بقى في لزوم نتنقل ونروح على صالونات التجميل. ستايلر برو فيكن تحصلوا عليه ب $48، ما لكم إلا تتصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحط عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى، وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان، ما لكم إلا تتصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم فري دليفري. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعة، وهدول الطناجر أهين وأسرع للطبخ. هيدا السات مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر والتانية 6 لتر، وفينا نستعملهم اتنيناتهم كطناجر ضغط أو كطناجر عادية، لأنه بيجي معهم غطا للضغط وغطا للاستعمال العادي. ومثل ما شايفين فيكن تبدلون وتستعملون. مصنوعين من ستانلس ستيل 10×18 ومسكاتهم باكيليت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب $139 بس، وبيطلع معهم هالهديه عصاره على الكهرباء، وما بقى نعصر بايدينا ونتعذب. اتصلوا على بس سيلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة، إن كان بعادتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن السواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية. رويال باشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال باشر، بسعر $28 بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. رويال باشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة، ما لكم إلا تتصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55. لكل الناس يلي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكل يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55. قد منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إيربيلو ما بقى نعطل هالهم لأنه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون مايكروبيتز، بس نحط رأسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر.
يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا أيربلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة اللي أنا مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يتطوروا ويزيدوا، كما أنه بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. فيكن تحصلوا على إيربلو ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بس سلر على 01 44 55 55. قديم نعطي الهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغلة، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب إكسبرس نحلت هالمشكلة. كوب إكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيالا شيء بدنا إياه بثواني، بقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذرة، بطاطا، جبنة، دجاج واللحمة. كوب إكسبرس مزود برسور لتسريع عملية القص ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضب من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا عليها ب 24 دولار بس، ما لكم إلا تتصلوا ببس سلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.